شاطر؟ ودي مي. ما توقعتك تكون لهالدرجة نادل. والله ولا أنا. ولا أنا ما تخيلت حالي إني نادل كل هالشيء. أعطوه التليفون تبعه وخليه يحكي مع صاحبه أحسن ما يطلع كل شيء جنان براسي. أقسم بالله فضي كل الرصاص براسك. أعطيها يلا. يا خسارة. يا خسارة يكون في بحارتي هيك وصرخة. يا خسارة. والله العظيم. والله العظيم كنت ما بخليك دقيقة عايش. لو انه الشغله اللي عم تحكيها بتخصني، بس الشيء اللي عم بيصير هلا ما بخصني، اللي بخص شيء انت ما بتعرفه لك، بخص الشرف والكرامه، وواحد مثلك عوايني ما بيفهمون ولا بيحسون. انت واحد وسخ. اويس اويس خلاص لك حول الله. اعطيه التليفون. منيح اللي اتصلت، لانه انا هلا كنت بدي اتصل فيك وبدي خبرك انه فورا لازم تجي بدون تردد. هذا امر مو طلب. استاذ غياث اسمعني منيح. كل المرات انا بسمعك، انت هالمره بدك تسمعني. انا مخطوف. مخطوف؟ اسمع، بدي 50 مليون ليره خلال يومين، لازم يكونوا جاهزين ولا بيقتلوني. شو؟ مثل ما عم تسمع. لك جابر فهمني شو عم يصير معك، مشان الله فهمني مشان اعرف كيف بدي اتصرف. استاذ غياث بدي 50 مليون ليرة، ما فيني احكي اكثر من هيك. بس هذا مبلغ خيالي. استاذ غياس اسمعني منيح، يستر على ارضك ولا تطلع صانيا، هدول حق روحي. مثل ما اجت المصاري بدها تروح، بتحكي معهم بتتفاهم معهم وبتعطيهم المصاري الله يرضى عليك. ما بتعرف شي عنوان معك لبكره المساء؟ بتبعت المصاري لهون ولا ببعت لك راسه على بيتك معبى بكيس؟ بس افهم علي انت. ولك ما بدي اخذه عطا، سمعت المراد وبكره بيكون المطلوب هون. يلا انا معك. ليش لهلا؟ مو بس انا عندي مشكله بالوقت، وانت كمان. شو هالوقت؟ ساعه لا تفتحي الباب يعني؟ شو عم تتحممي؟ لا والله كنت عم اتجوز بيوم وليله. هلا بلا ما تمهتينا الله يخليك يا عم. شوفي انا جاي مبسوط ومكيف وجاي لحتى انبسط اكثر، فكوني رايقه لحتى اكون رايق. والله السوزان تاري بيطلع منا. استغفر الله العظيم، بدك تروينا ولا نمشي؟ حبيبي روح لعند مرتك، هونيك اللي عم تطلبه حقك المشروع، أنا ما بقدر أعمل لك شيء. لا بلا لف ودوران، أنت فهمانة علي منيح. أعملي لك سيجارة خلي المزاج يكمل. وكرامتي؟ كرامتي؟ شو قصة الكرامات اللي طالعيننا فيها بهاليومين؟ بتعرف شو أكتر شي بكرهه باللغة العربية؟ شو بدك تعملينا درس باللغة العربية؟ استغفر الله العظيم. بدك تسوي سيجارة ولا روح نقلع؟ ايه كلمة لو، يعني تخيل قلك لو ما تجوزت سوزان كان في شغلات كتير بتصير بيني وبينك بترضيك وبترضيني. سوزان واحدة مجنونة، أنا بستغرب حالي كيف قبلت وزوجتها. بتعرف إنه هاي الموسيقى فرعونية كانوا يستخدموها لطرد الأرواح الشريرة بجلساتهم؟
شو يعني أنا عندي أرواح شريرة بدك تطرديها هلا؟ مو أنت. لكن ليش مشغلتيها؟ اليوم أنت رح تاخد دوري لتطرد الأرواح الشريرة يلي جواتي. ممكن تشغلي لك شي سيجارة يعني هيك أنت بتصحصحي وبتنطردي من راسي أنت وأرواحك الشريرة. إيه؟ موافقة. بس لا تكمل اللعبة. يعني اليوم بدنا نستخدم أكثر كلمة أنا بحبها واللي هي بصير. إيه بصير ليش لا؟ يعني شو ما بقلك لازم تقلي بصير. من زمان ما زار هالعيادة شيف وأنا خايفة تروح بركتها. إيه بصير. ومنكتب كتابنا. بصير. وبتتجوزني. بتجوز كل نسوان الدنيا يا زلمة. يعني بيصير. طب ايه بيصير ليش لحتى ما يصير لك؟ انا رؤوف يا علماء. رؤوف. يعني بتجوز اربع نسوان وتكون الخامسة وين المشكلة؟ وحياتك وحياة الموسيقى الفرعونية وطرد الأرواح والشيوخ كلهم بصير. قاسيك. يا أهلا وسهلا الست شهناز. أهلا فيك. شو هالموضوع الضروري اللي خلاني هيك تشرف بهالزيارة الحلوة؟ يعني حضرتك ما بتعرف؟ أنا لو بعرف خلي على الوش الحلو زعلان. أبو إياد بلا هاي الحركات مشان الله. أنت بتعرف منيح أنا ليش جاي لهون. أكيد لو بعرف مخليك معصبي هيك. طيب ماشي رح أجي معك وصدقك إنه أنت ما بتعرف. شو من شان جابر؟ الله يرحمه. الله يرحمه؟ هيك ببساطة؟ شو المطلوب مني؟ المطلوب منك طلعني من القصة يلي فوتتني فيها. أنا شو لي علاقة؟ أنت ويا شركاء. بعدين أنا لغيت كل الشغل مع جابر قبل ما يموت. باختصار أنا برا الموضوع نهائيا. بس ما حدا غيرك دخلني جوات الموضوع. أنا هلأ ما عم بقدر أعمل ولا شيء، ما عم بقدر وقع على أي ورقة ولا شيك ولا شيء. مصالحي كلها توقفت وشغلي تجمد. إيه وليش بقى؟ ليش بقى؟ لأنه جابر شريكي وأي قرار بده يطلع بالشغل المفروض يحمل توقيعنا نحن الاثنين. وجابر مات، يعني أنا هلأ المفروض مني استنى قصص حصر الإرث لتخلص. ومثل ما أنت بتعرف يا أبو إياد هاي القصص بتطول لتخلص، وأنا ماني مجبورة أنطر كل هالشي كرمال لعبة على الورق أنت دخلتني فيها. المصاري انسحبت قبل ما يموت جابر بيوم واحد. شو يعني؟ يعني أنا ما بعرف وين المصاري راحت. نعم نعم؟ بدك تاكلني يا أبو إياد؟ لا تعلي صوتك. أنا ما باكل حدا. بعدين بده يخبي مصاري ورا ظهر حدا وياكلهن عليه. الحكم بتقول أنه لازم نفتش على طريا نجيب مصاري غيرهم ونضلنا عايشين بحسرتهم. أبو إياد أنت خربت بيتي. أنا وثقت فيك وحطيت رقبتي بين إيديك، ومثل ما حطيتني بهاللعبة بدك تطلعني منها. والله أنا عادة ما بحب أتدخل بالأمور الشخصية. هلا قصتي أنا صارت أمور شخصية؟ إيه طبعا. المرحوم كان زوجك وشريكك، شو نسيتي؟ يعني بفهم من هاي تفهمي إنه القصة بدها وقت ولاضوج كتير. بدي مصاري يا أبو بدك إياد. بدك تنطري. مسك الختام. ماشي يا أبو إياد ماشي. كنت بتمنى تكمل كاس الشاي معي بس يبدو عندك موعد أهم. مع السلامة. أهلين سيدنا. أهلين سيدنا. ببوس إيدك تفهمني شو اللي صاير. أنا كل شي طلب مني نفسته بالحرف، ليش حابسني؟ أقسم لك بالله العظيم أنا ما خنتك
ورحت عند ام نبال. راح ابعث لك سياره تجيبك لعندي، جهزي حالك. حاضر. بس يا نجوى نحن متفقين انه القصه بدها شويه صبر. يا اخي هاي مش قصه، هاي حرقه قلب، حرقه دم. هاي تمثيليه عم تنعمل على حساب اعصاب اغلى الناس على قلبي. انا مش قادره اشوفهم بتوجعوا واضل ساكته. معك حق، معك حق بكل اللي قلتي، بس القصه بدها شويه صبر. صبر على شو؟ وقهر من شان شو؟ انت مش متخيل كيف رح يكون منظري قدام مرت عمي لما تعرف ان دموعها على ابنها هانت علي. عمرها ما رح تقدر تسامحني، ولا انا رح اسامح حالي اذا صار لها اشي وما عرفت الحقيقه. من شان الله افهم. ما تاكلي هم، هن بس يعرفوا القصه على حقيقتها رح يعذروك. طيب هدول الناس هم اكثر ناس بيحبوا جابر وبيخافوا عليه، ما رح يصير اشي اذا عرفوا، صدقني والله. لك رح يساووا مثل ما عم تساوي هلا انت. بس انا مصره اشوف جابر. اه انت مو مصره تشوفي جابر، انت مصره انه تاذي جوزك وتعطلي عليه كل شيء عم يساوي. يا اخي يا اخي ما رح يصير اشي اذا شفته وحكيت معاه، ما رح يصير اشي. لك انت مالك مقدره خطوره الموقف. وانت كمان. انا شو؟ مش مقدر شو ممكن اسوي اذا ما خليتني اتواصل مع جابر، سامعني؟ على كل الاحوال انا رح سكر التليفون هلا واتركك تروقي وتفكري بمصير جوزك. ما رح يتغير اشي. التليفون الجاي رح احكي معك عشان تحدد لي موعد اشوف فيه جابر، وهذا كلام نهائي وما رح يتغير. حبيبي معك نص ساعة تكون هون، محضرت لك أحلى غدا بأحلى جو. ليش الجو عندك صاحي؟ ما فهمت رؤوف شو قصدك؟ لا أنا هون مغيمة، غيوم مغيمة، يمكن تمطر بعد شوي. رؤوف شو بك؟ أنا ما فيني شيء أبداً، كل شيء تمام. يلا روح لليلي. ليلي أنا أنت وحدة خطفت رجال. شو؟ جوجو خلاص عم بقول لك إن إلي سوزان. روحي أنا قاعد مع مرتي الجديدة. قول مرتب، من وين جبتها هي خطفت الرجال؟ تستاهل لأنها خطفتني منك. يقبرني أبو الكيف أنا. حلوة يا أبو الكيف هاي. أحلى محشش بشوفه بحياتي. وأنت إله الحشيش عند الإغريق. بلش فورا هون، ما راح حدا.
والله بتستاهل يا معلم الأنامل السحرية.